السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس 48 ساعة للأرصاد تعلن خريطة الأمطار وأبرز الظواهر الجوية. خليكم معانا نشوف الخبر. ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأحوال الجوية تشهد حالة من الاستقرار الواضح خلال الفترة الحالية على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية. وأضاف شاهين الطقس لطيف في القاهرة خلال ساعات النهار، أما فترات الليل يكون الطقس بارد خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، موضحا أنه خلال 48 ساعة المقبلة يوجد فرص أمطار خفيف إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة لكنها لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية. وتابع ننصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الخفيفة خلال الفترة الحالية لأن النصف الأول من فصل الربيع يميل إلى الأجواء الشتوية أكثر من الأجواء الصيفية. وأوضح شاهين أنه يوجد نشاط رياح على مناطق محدودة من البلاد خاصة المناطق الغربية على مناطق السلوم ومطروح والإسكندرية والوادي الجديد، وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 19 حتى 21 نهارا و11 درجة ليلا، والسواحل الشمالية 18 إلى 13، جنوب سيناء 25 إلى 16، شمال الصعيد 22-11، جنوب الصعيد 26-13. شفاكم الله وعافاكم وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم.